تحتفل مصر والقارة الأفريقية اليوم بيوم أفريقيا الذي يوافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية والتي أصبحت لاحقاً الاتحاد الأفريقي. أقال وزير الري هاني سويلم إن القارة الأفريقية تواجه العديد من التحديات في قطاع المياه، خاصة مع تزايد أعداد السكان والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على المياه وضعف البنية التحتية والقدرات الفنية في قطاع المياه بالقارة، وهو ما يتطلب حشد الجهود والتمويلات وتطوير السياسات للتعامل الفعال مع هذه التحديات. وأكد سويلم أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون مع كافة الدول الأفريقية وتقديم كافة أشكال الدعم التي تخدم المواطنين من أبناء القارة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية. معالي السفير، بعد التحية، في يوم أفريقيا أهمية التكامل، أهمية التعاون بين دول القارة بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، وكيف تتابع هذا التقدم الملحوظ في العلاقات المصرية الأفريقية خلال السنوات الماضية؟ أولا، مصر كانت من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية عام 1963، وبعد ذلك الاتحاد الأفريقي، وكانت لها أكبر عدد من السفارات داخل القارة الأفريقية، واتخذت حركات التحرير الأفريقية من القاهرة مركزا لها، وكانت مصر تنسق المساعدات التي ترسل إلى حركات التحرير، سواء مساعدات عسكرية أو اقتصادية أو تدريبية إلى مثل هذه الحركات. وكانت أيضا الإذاعات المصرية مصدر إلهام وربط كامل بلغات مختلفة من الإذاعة المصرية في الإذاعات الموجهة إلى القارة الأفريقية. مصر من الدول القليلة التي ترسل مساعدات مادية ملموسة إلى الدول الأفريقية التي إما تجتاحها الفيضانات أو العمليات التصحر أو الجفاف. لدينا أكثر من 12 ألف طالب أفريقي يدرسون في الجامعات المصرية بمنح دراسية مصرية. لدينا عدد كبير من الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات الذين يرسلهم الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا إلى مختلف الدول الأفريقية. هناك مشاورات بين الرئاسة المصرية والقادة الأفارقة طوال السنة، إما زيارات للرئيس السيسي لعدد من الدول الأفريقية أو حضور عدد من الرؤساء الأفريقية إلى القاهرة للتشاور. نعم. مع الرئيس السيسي. نعم سيادة السفير، في عالم تتحكم فيه التكتلات بشكل كبير، ما الذي ينقص القارة الأفريقية المليئة بالثروات الطبيعية التي تمتد على مسافات ومساحات شاسعة ومليئة بالخيرات، ما الذي ينقصها كي تقدم تكتلا حقيقي يفيد العالم وتستفيد به القارة ويكون له وضع حقيقي على المستوى الدولي؟ هناك مبادرة مهمة أقرها الزعماء الأفارقة خلال رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الأفريقي بإنشاء منطقة تجارة حرة داخل أفريقيا. أعتقد أن الحكومات والشعوب الأفريقية يجب أن تدعم هذه المبادرة، هي تم التوقيع عليها من غالبية الدول الأفريقية ودخلت حيز التنفيذ. هذه الاتفاقية تسمح بمرور السلع والخدمات دون أي رسوم جمركية، فأمام الدول الأفريقية فرصة نادرة لزيادة التبادل التجاري، لأن للأسف حتى الآن بالرغم من استقلال الدول الأفريقية لازالت العلاقات الاقتصادية تتم أساسا مع الدول الاستعمارية السابقة، والتجارة البينية داخل أفريقيا لا تزيد عن 15%. ولذلك يجب أن نثبت للعالم أننا نضع الأولوية للقارة الأفريقية. لن نقاطع الدول الغربية والدول الأوروبية، ولكن يجب أن ندعم أساسا التبادل التجاري بين الدول الأفريقية. صحيح. السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية، شكرا جزيلا لك.